هو الانتخابات التشريعيه، وهذا يعني التوقف ديال عدم تشكيل الحكومه اللي طال. نتمنوا يكون الفرج عما قريب. يمكن بالي ابرز حدث وقع في 2016 هو الانتخابات اللي لحد الان ما فرصت لينا والو، باقي حنا شهرين بدون حكومه. بور موا سيتي جو بونس سيتي لا كوب 22. En fait, pour, on sait très bien que pour le Maroc, ce n'était pas la première fois. Tout le monde a été fait pour le Maroc. Et le gouvernement a été fait pour le Maroc. Je suis fait pour Donald Trump en Amérique. أبرز حدث هو الموت الوالدة الله يرحمها. احنا اللي كان بالنسبة لنا ايسونسيال كان هو هاد روشونجمون ديال الحكومة والتأثير على جيب المواطن. أهم حدث طرا لحد الساعة هو انتخابات اللي لحد الساعة مازال ما عرفناش لي ريزولتا ديالها. إيجابية من الناحية السياسية، من الناحية الفلاحية، من الناحية الاقتصادية، من جميع النواحي، المغاربة ناشطين، المغاربة ثاني. أبرز حدث اللي وقع في 2016 هو بالنسبة لسعد المجرد اللي تشد في الحبس بواحد القضية اللي احنا أصلا ما كنعتبروش أنه دارها. لكن هناك بعض الأشياء اللي نقدو ناخذوها، مثلا القضية ديال الفكري، تأخر الانتخابات ما هو السبب؟ الدولة الوحيدة في العالم اللي غادا بوحدها. بالنسبة للعالم تخربيق، كلشي دخل شي صراحة ما كنتش عليك مؤخرا، ما بقيتش متبعة لأن فريمون سي ترو بزاف ديال الحاجات، خلاص نص فيسبوك كل واحد كي انتربريتي بوحديته. الاشياء الايجابيه كنحمد الله عليها وكنشكرها، وعاش المغرب وانتم راكم زوينين، وكنتمنى عليكم سنه سعيده. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.